ما هي استاذي ما يكون قال لي خون ما صح الشبح واخا تجي مش نهضر معاه نهضر على السي لا دير خذ راسك ما غاديش يطيح على بالو الله يحفظك واخا بغيت نهضر معاه ولا سال لي ناس اخرين ها راه منافس انا وصراحه على لي طاب لا لا بس قضيه ياك طابس اي حيده هذه خطيره والله لا البيضه عود خطيره عاود لينا خذ درداري البيضه خطيره بصح شو الصح كيدير حاضر معاك اورانيوم كرهت خرده خضره جايه لا هضر معاك شكونك جلده اخ فلاحو بس بوليس ملتقط كيسوعي الله يرحمكم راه السيمانه انا فهمنا هو راسه او بديت معاه شو سالت معاه بديت قد سالت معاه قد وش هاد الله بزاف اخويا بزاف الحشوم عليكم اصاحبي هذا لي كبريات بزاف الحشمي او والله الحشوم تخليونا عندنا شي تخميسه ولا شي حاجه كسمه شو هذا قلت كسر هذيك غير خمسه دقائق عاد هو غير دير والو عنده 5 5 4 3 وما داخل يعني جوج كودات باقي خص الكود الثالث هو راه راول راول داخل راول داخل ما مقنعات خبز بدقه واحده اذان يلا نبداو الفيديو الفيديو راه بعدي كاش نبداو الفيديو الله يستر عليك الله يجي شي غير الله كيس خينا واش طلعت زيت مزيان السكري بخيره انا على على الخزامه القشور ديال التمساح هذا القشور ديال التمساح الخزامه هذه القشور ديال التمساح ندور فيديو ندور فيديو ان شاء الله اخوان كيما شفتوا معنا الكواليس شويه نمشي نشري زام فيديو يكون فيه ظريف خوت السلام عليكم بعد ما شفتوا معنا الكواليس دائما على الشبح الدرداري مكتب جمعيه ملتقى الابطال تيحضر عند البطل ديالنا الشبح الدرداري ضمن مسابقه التمري عن جمعيه ملتقى الابطال تيحضر معنا المكتب المسير ديال الجمعيه ومن مقدمتهم الاخ عصام الدين بلقجه اللي غادي يعطيو الكلمه وما وحنا كنتواجدوا عند دائما عند الشبح الدرداري نشكرك اخويا بن عيد على القدوم ديالك للعمل المباشر على الكونترول صلاح سي فلاح اليوم حنا الاخ الدرداري كما جاء في العظام هذا من فضل الله عليه وفضل الله على الجمعيه فاليوم تبارك الله عاوتاني في كما العاده كيخدموا التالق الرياضي وحنا بمناسبه التالق جينا نشوفوا الحلمات والفروق وكنشكروا على حسن خويا فلاح السلام عليكم خويا بن عيد كنشكرك اخويا فلاح على الزيارة ديالك معنا من المنبر كنباركو الأخ الدرداري كيف كالعادة وحنا تعودنا على تبارك الله من بدات الفيدرالية كل أسبوع تبارك الله حنا عندو المسابقة إيمن تانوت إيمن تانوت أرقانا واحد أرقانا جوج أرقانا تامري تامري تبارك الله شابه ديما متوج من 30 الأولى وهذه المسابقة هذه صراحة حصل على الرتبة الرابعة في الفيدرالية والرتبة الثامنة والرتبة 12 برك الله هادشي ماشي ساهل وماشي جديد عند صراحة إلى حد الآن ظاهرة الموسم وشبح ومن هذا المنبر كنباركوا ليه على هذه الرتبة المشرفة بالنسبة لي هو وبالنسبة لجمعية ملتقى الأبطال اللي كيخلي ديما اللوغو ديالها طالع وسط الفيدرالية والله يسخر ليه إن شاء الله نتمنوا ليه التوفيق في مسابقة ولا الجرة إن شاء الله خويا صلاح طونديم جودار السلام كلمة بحق البطل ديالنا راه ديما اخو شنو نقول اخو بعيد كنشكرك ديما حاضر كنشكرك على العمل اللي كتقدر كنشكرك اخ الدبالي دائما على الضيافه لويزات كركعات مرحبا و اخ الدبالي تبارك الله راه كما كيقول الهضره اللي عندنا ديما كنقولوا نفس الفيديو خصنا نقلبوا شي هضره اخرى عاوتاني ونقولها تعودنا على تعودنا تبارك الله على المقدمه وعلى المقدمه تبارك الله المره الرابعه على التوالي كنجيو عندو مسابقه نصف الطاوله داخل الفيدراليه تبارك الله إيمين تانوت وأرقانا وأرقانا جوج والتامري دائما تبارك الله مع الخمسة الأوائل أو العشرة الأوائل يعني تبارك الله باش تما غادي بدري تما راه ماشي ساهلة وبطل صراحة يستاهل الإخوان اللي قالوا راه بطل راه بطل ماشي أول سنة ماشي ثاني سنة ماشي ثالث سنة وتبارك الله راه كيخدم وكيجتهد وكي دائما كيبحث وكي كيما كنقولوا كيطور نفسه كيطور نفسه وخير ديالي تبارك الله على الاجازات ديالو وراس السلاله يعني تبارك الله راس السلاله تبارك الله راه مخدومه ودائما كنجيو عنده نفس السلاله تبارك الله كتضرب الاخوه بنات الاخ دابا كما طلعنا عندو
جينا وحنا يعني هاد الحمامه وهاد الحمامه تبارك الله خوت من الطاجين كاتريام ويتيام هنا هنا تبارك الله كيبينوا على قوه السلاله تبارك الله ومبروك عليه راه يستاهل هادو كونسونغا تبارك الله اللهم بارك قلنا ما نقول كنشكروك الله يحفظك الشبح راه يستاهل اخونا وحبيبنا وجارنا وكل شيء ونخليو الشبح ديال الدرداري الشعور ديالو كيفوز بالرتبه الرابعه داخل الفيدرال الدار البيضاء الرابعه والثامنه و 12 والثامنه والثانيه عشرة داخل الفيدراليه الدار البيضاء 20 ومراتب جيده داخل جمعيه منتقى الابطال يخلينا الشعور ديالو يعبرنا على الفرحه ديالو بالنسبه لهذه المسابقه خويا الدرداري كنشكرك اولا على هذا المجهود اللي كتقوم به والفرحه لا توصف اخويا بعيد يعني تقريبا الفرحه باش تبقى غادي ديما مع المقدمه قبل 10 اوائل فيدرالية وسط تقريبا تبارك الله واحد 974 مولوع راه ماشي سهله كتبغي الخدمه كتبغي المراقبه وتيسير ديال الله هو الاول يعني الا بغى لك الله شي حاجه وسخره لك راه سخره لك وكنشكر بهذه المناسبه جمع الابطال اللي توجوا معنا في الجمعيه ملتقى الابطال اولا في الفيدراليه كنشكر جمعيه ملتقى الابطال تبارك الله لحسن التدبير لهذه الطلقه هذه اللي كانت في المستوى تنظيميا تبارك الله راه الدراري ديال هذا خير ودري تالقوا 16 بري ولا 17 بري تقريبا في الفيدراليه ماشي سهله والله يسخر الجميع خويا بعيد وكنشكرك مره وبالنسبه للحمامه الاولى الخويا الدرداري بغينا نتعرفوا عليها هذه هو تريو ديال السجن هذه الاولى هما خويا بعيد جاو هما جاو ثلاثه في دقه واحده قرب شويه خويا بعيد هانتوما الخوت ديال الحمامه الفائزه بسباق تامري الخطير داخل جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل فيدرالية مدينة الدار البيضاء تبارك الله اللهم بارك الله يسخر تبارك الله حميمة مزيانة تبارك الله مستوى عالي اللهم بارك هذه الحمامة تبارك الله الأولى اللي ديك درجة أخ الدرداري اللي حتلت الرتبة الرابعة في الفيدرالية والرتبة الرتبة الثالثة في الجمعية الثالثة في الجمعية تبارك الله الحمامة مسكينة راه كانت يلاه باغا تبيت يلاه باغا تبيت حمرك راه باغي يبيت باش نمشي نسيطر فوق جناح هو تبارك الله الله فورم اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله باغي نعرفوا هاد اللعيبه كيفاش كيدير لا ما عرفناش لا ما تبارك الله اللهم بارك اخويا ما شاء الله ومبروك عليها هذه الحمامه كما قلنا الرتبه الرابعه في الفيدرالية خلوا اخ الدرداري يقول لنا بالنسبه لاش في السلاله 13 خويا بعيد كما قلت لك اخويا بعيد هذه كونسونكا ديال الشابه ديال الخدمه ديال 4 سنين تقريبا ديال الخدمه تبارك هاد يعني هاد الحمامه هادي هادو خوت هادو خوت من الطاجين لا هي هذيك كبيره هادو خوت من الطاجين اخويا بعيد هادي الحمامه الثانيه ياك لا ماشي الثانيه هما الثاني ولكن هما راه جاو ثلاثه جاو في دقه واحده غير بيناتهم الثواني ياك ها بيناتهم الثواني ادم صافي هذا سير خشيا خشيا صافي خشيا هذا اسمح لي اخويا احنا نقربوا سير اخويا الدرداري واحد الوقت متاخر شويه الحبي الله هو واكل دوك صباح شويه دوك كوه دي هذا اخرى بعيد كما قلت لك السلاله ديال الشبح اخويا بعيد هادو هادي هادو لا لي هادو خوت من طاجين كونسونكا كوسونغا العجينه ديال الوريقه اخويا كاش عجينه ولا الدبابه غير خويا بعيد هاد الحمامه هادي تقريبا ضربه الثامنه في التامري هادي جوج خوت هما العلم جاوا ثلاثه في دقه واحده مع ماتش نيبيرا يعني خمسه ثواني في الفيدراليه تكلاسات اختها هي 12 ولا اخرى بقات هي الرابعه يبقى الرابعه الشنبوره تلاحت هي 12 في الفيدراليه يعني تبارك الله تبارك الله اللهم بارك كنتي مشيتي يعني انا شويه مشيتي اللي فوق طالع قلت لك اخو بعيد هذه السلاله ديال كونسونغا ديالها ديال البريمير هي بعدا ضاربه الويتيام واختها ضاربه كاتريام وهذه هذه خوت 2018 بارك الله اللهم بارك سبونسور 2018 سوبر اس والاس هذه اختها باش نبوره اش نبره صغيره هذه ما عرفتش تبارك الله اللهم بارك بقى صغيره تبارك الله اللهم بارك كما قلت لك اخويا بعيد السلاله اخويا كما قلت لك اخويا بعيد هذه السلاله هي ديال بروميان في 28000 حمامه و 831 بروميان في 19403 11000 11000 11 في 40447
الرتبة التاسعة في 40,323، الرتبة العاشرة في 19,403، الرتبة التاسعة في 19,403 واحدة أخرى، 26 في 28,800 وشي حاجة، الرتبة الرابعة 28,000 وشي حاجة، 14 في 19,000، 12 28,000، 20 في 14,000 وشي حاجة. ممكن تبارك الله، تبارك الله اخويا الدرداري، كنت غادي الخدمه ديالي تقريبا ديال 4 سنين اخويا بالعيد، تبارك الله، اللهم بارك، الله يسخر، تبارك الله، راه عينيني طاحوا جوج خوت نص طاجين، توقيت واحد راه سبحان الله العظيم، سبحان الله، تلقى راه يعني كانت ملعوبه اخويا، تلقى راه كانت ملعوبه، ولكن تلقى راه كارثيه، يعني تلقى نص ساعه تقريبا دخل واحد النسبه مزيان، واحد 60% دخلات ساعة المكانة، صافي تحبسات اخويا، تحبسات ومن اش داكش اخويا الدرداري، لانه ما غنلومو حتى واحد اخويا، غنلومو حتى واحد، ما عرفش الواقع، لانه الجو كان مزيان، المعطيات كلها كانت مزيانة، جمعية منتخب الابطال وصلت بكري، كان يعني طوب في هاد الطلقة هادي، المواليع تاهما كانوا مستعدين مزيان، لا حيت اللي بين لك حمام السرعة باش الحمام، وسهادي 1400، دخل الحمام مزيان، يعني من هذا المنبر يعني المولوع الا كانت البرداويه هذه ما الا كانت طاقه برداويه ساعه المكانه ولا ساعه لارو بدا خش الحمام ديالو واحد 90% راه عنده مشكل في الحمام كيما قال لك خويا بغرام الا طاقه قاصحه وتعطى الحمام ماشي مول غيشوف النسبه ديال الحمام شحال ديال الدخول ديالو الا كانت برداويه خص نص ساعه صافي سالا تقريبا الحمام دخل عندك الساعه الا تعطل واحد 15% تقدر تعطل شويه ولكن ماشي واحد ساعه لارو ترسي كاع ساعه كاع الحمام خص يكون كله ولا خلا هذاك الشيء اللي كاين. نتمنى من الله اخواتي سيروا. الله يحفظك السي بعيد كنشكروك. ومبروك عليك مرة ثانية اخو الدرداري. ونسولوا اخ الدرداري الحمام الاولين اجيل. واش واش لاعبين العام اللي فات ولا ما لاعبينش نعرفوا حيت انا شفتهم اجيل وما قلتش العام اللي فات ما جبتش لهم والو خص نعرفوا. المشاهدين راه كي دابا بغاو يسولوك. بغا كي كاع نعرفوا العام اللي فات اش داروا. خو هذيك الكلاس هما دابا نهضر عليهم جوج حيت هما روندا نفس الطاجين. كونسونغ ياك هذيك اللي كلاسات اللي دخلت هي الاولى الكلاسي 12 ايمن تالو 28,915 هذيك نيت هي نيت هي نيت بالضبط في الجمعيه غتكون تروازيام كاتريام وحنا كنهضروا على الفيدراليه دابا على الفيدراليه ومكلاسيه لا سمح لي لا هذيك لا سمح لي حيت هما تخاطوليه الحمامه الاولى 72 مكلاسيه كلاسات في هذه التامري الرابعه وكلاسات هي العام اللي فات 20 في اركانه 22,000 و200 وش حاجه الحمامه الاولى هادشي بالنسبه للفيدراليه ياك لا فيدرالي كذا فيدرالي دابا تي اختها اللي جات روندا ديالها هي اللي عندها 12 في 228,000 915 العام اللي فات وعندها 20 فولاد جرار ديال العام اللي فات 14,460 وعندها التامري الثامنه في التامري عندها الموضوع دابا تبارك الله مولات الثامنه عندها العام اللي فات جرار الفيدراليه داك العام هذه 18 جات العام دار الفيدراليه تبارك الله تبارك الله يعني ثلاث ضربات دابا في دراري ضربات قاصحين تبارك الله هادشي ما كانش غنسمعوك ولا مسولتوش لا ما حفظت لا حيت انا ما باغيش نوقع كثير تبارك الله الصوره ضربه العام في العدد وانا متاكد تبارك الله العدد الله يحفظك خويا الله يبارك فيك الشباب وبارك اخويا عصام شبالك عند الشباب ديالنا بطبيعة الحال حنا ديما فيفا راه جينيرال هو راه عارف اش كاين عارف الكود والاخ الدرداري تبارك الله راه مقابل الحميمات داك الشيء عنده كلشي ملتقى كلشي ملتقى داك الشيء تبارك الله حتى في الجمعيه كنتحمس حمص الدراري وكان صراحه الله خدم معنا في هذه القاعه بعض الملاحظات اللي هي قيمه وعطات لك الجريك الحمد لله شبان لك الحمد لله اللي كتضرب تماره وكتكون نتيجه راه كتوج مزيان كتنسى تماره وكتنسى منير اخ منير بوخاز من جو صراحه واحد كما كنقولوا الموالي كيوجدوا حمامهم حنا في المقر كنهيئوه والاخ منير راه كيكمل الخدمه ديال الخدمه ديال المولوع ديال المكتب كيكمل الاخ منير وصراحه راه كنشكر اخ الدباري مول الفكره والخطه انا صراحه لولا يعني لولا حاليا ولا كتطلب كما كنقولوا شويه قوال كما كنقولوا خاص تسير كنا تلقاو الاجواء ديالو تلاحظ وتعرف كيفاش جاي تلقى كما كنقول الحمد لله تيسرنا ومبروك صراحه مبروك على جميع الجمعيات بدون استثناء اللي ديك النهار مبروك عليهم راه الحمد لله هادشي واش زوين الحمام الزاجل يعني كنا المنافسه وكاين الضحك
وكاين تقشاف الاخ فلاح مشى هو مره كي تحيه الاخ فلاح وصاحب المعزاوي انا خويا الشبح ابو عزاوي انا خويا خالك ابو عزاوي وجد المسائل جوعدوا ان شاء الله خويا الدردي بغيت تعطيني واحد المقارنه ما بين الشنبور ما بين الحمام الكبير بالنسبه لهاد المسابقه ديال التامري. نصيحه اخويا شوف بالنسبه لي انا ماشي باقي ما وصلتش لان الشنبور في هذه المسابقه راه كلهم جات باقي ما وصلتش انا نعطي النصائح باقي خص الخدمه انا نقدر نفيدك شويه ما نصيحتي خصك توصل فيدنا غير داك الشيء شويه الدرداري فيدنا واحد شويه خويا بالنسبه للشنبور كيلعب في البرداوي تماما برداوي بردافع الشنبور يقدر يسبق لك الكبير الكبير يدخل لك البوانتور لا عنده السلاله وعنده بريباري مزيان كيضرب الشنبور في البردافع 1200 1300 1400 فوق الشنبور كتعطي عندك حصه اسد كان يعني الطلقه مسيره شويه خصها شويه الذكاء الكبير هو اللي كيخدم عقله اخويا عدو البلايص منين يدخل ومنين يخرج هذا العام الشنبور راه ما ضاعش دابا اخويا باش تفهم الشنبور ما ضاعش دابا حيت دابا ملي يصبط الشتا عاد ولا الجو زوين اما قبل تكرف الشنبور في شهر جوج شهر جوج كان الكونتر كان الجفاف كان فهمتي ضاع الشنبور شويه ضاع واحد دابا راه عطاه مو الطلقه راه داس نتمنى من الله الطلقه داس ولكن كان شويه ضياع كان ضياع تلقى حاليا انا مازال ما فهمتهاش تلقى لا فيتاز ديال 1400 وواحد لقيتها ساعه تقطعات ما بقاش غديت ولا غدي الناس كنسولو ما جاش الحمام راه ما جاوش الشهر ما عرفتش فين مشى تقريبا بين قوسين هذه المسابقه ودابا المشكل اخويا الفلاح الاولى ديال بكري ماشي ديال دابا ديك الساعه بالنسبه للجو بالنسبه لتما كانت ملعوبه كان البردافع كاع الدراري زعموا دور الحمام كامل اللي كلشي قال الدور الصراحه كلشي غامر ولكن ما حاليا والله مازال ما حتى كلشي كيدير حاط علامه استفهام ما استوعبناش هاد الطلقات صراحه باش الضياع اللي كاين دابا حاليا كنسمعوا راه شي حاجه غريبه صاحبي هاد الضياع اللي كاين خصها تكون لافيتاس 900 ولا 1000 باش نسمعوا الضياع باش لافيتاس 1400 وبالنسبه اللي كاينه في الضياع راه صاحبي ما عرفت شي حاجه ماشي جلي الحمام خرج اخويا بالعين الحمام جاي الحمام راه جا في التوقيت مزيان الحمد لله بعد الحمامات اللي كتاز على حساب الاصل ومدخلوا اللهم لك تقريبا شي 25% ياك اخويا الدرداري تقريبا شي 25% ديال الحمام ما دخلتش لا تقريبا قالت لي ولا شي 17 لا ماشي عندك انت كازا كامله لا فيدراليه على حساب العدد على حساب العدد بالعيد خويا كاين اللي عنده الضياع كاين اللي جاتو ضربه قاضيه كاين اللي عنده حسب الخرجه ديال الحمام ربما اللي خرج راه ولي دخل صراحه بعض الاخوان كتلقى عنده جوج ثلاثه ماشي الحمام اللي ماشي راه ما ناقص اخو بالعيد الحمام مش مزيان راه باقي عندي خو باش كنديكوري باقي راه كيحمام معانا بيت وباقي ما جاوش دابا بالنسبه للمسابقه ديال الجرار خو الجرار دابا غيكون تخوف باش نكون ماكس دابا انا بيا الدراري ما بقاش باغيني كيقول لك صافي ما اللهم نحبسوا على شي حمامات زوينه شي اسبيجو ولا شي حاجه غادي يقول يحبس دابا نشوف هاد المسابقه ديال التمري خربقات الاوراق بزاف الناس التمري اخويا بالعيد التمري راه انا كنبغي ديك النقطه هي ديك النقطه كتلقاو منا ما خداماش هذا هو حتى 3 سنين كتلق منا في الضايع كتلق ولا الجرار وكتلق قلمي وتلق راسومي وتلق البرج والحام كيدخل وخا تكون كطيح لافيتيز وكيدخل الحمام وكاين التمري اخويا راه ما فهمتش انا فاش شي مشكل ما راه صح انا حاليا مازال ما هاد القضيه اخويا صراحه هادي ديال التمري هادي فكرتني بحال الاشباه القديمه نخليو الاخ عصام يتكلمنا على الاشباهات القدام بمقارنه مع التمري اخويا انا ما لعبتش الاشباه لعبت التغازوت التغازوت تاعي داز تكاري حتى مشيت ليها في شي 45 حمامه غير واحد النظريه واحد النظريه هي الموفيتون هي البرد شي البرد دافع اكثر من القياس ولا البرد الضد اكثر من القياس راه موفيت راه ما يفوت انا المرات الحمام ما يفرانيش المشكله ما يفراني حتى طنجه عادي يفراني شهود عين تيقول لك الحمام الباكيه الاولى مشات الباكيه الثانيه تورينتات من طريق اخرى هذيك اللي واقيلا كان في الضياع ربما والله يعوض على هذه خوص خويا بلاش كيما قلت لك كنظن الله اعلم خص يومين ديال البواني وتزيد المسافه شويه 390 لعبوا 420 430 احسن لينا ودير يومين ديال البواني الا ما يمكنش ربما يعني توصل مع الخمسه الصباح ولا السته وتطلق راه بعيده راه وصلت انت دابا مشيتي غير 300 ولا 200 كيلومتر راه كتعيا عندك الحمام مسكينه صاحبي ربما قلت هذه من العوامل ديال التسخسيخة وكطلق الصباح يجي راه الحاله قلت لك يوصل اللي كيوصل معطل ما ناعش مسكين ما شاربش صحيح كيفاش في الصباح باقي ما فاهم والو كيفاش حل عليه راه هو كيولي خارج على الحمام الاخر اللي وصل بكري هذا اللي كيوقع المشكل صحيح
وهاد المسابقه دايره باش نوصلوا بكري ونوصلوا راه كلفتنا مصاريف كثيره باش نخرجوا بحدنا ونوصلوا في الوقت المناسب باش الله تعطي الحمام واحد القسط كافي ديال الراحه. واخا ولو هذاك القسط اللي خدينا ما كافيش، انا بالنسبه لنظري ما كافيش، يعني هذا انا النظريه ديالي في هذه المسابقه هذه خرج دو جور دو بوان. عندك صحة خويا فلا ابتداء من المسابقات بعدين ديال اورا الجرار 400 وتلعب دو جور باش يلا تهيئ البور تهيئ دوار الجرار باش تاخذ شي الخبره. ما دابا كاين دابا الناس اللي كيوصلوا معطلين راه حمام كيشد حمام على ما سمعت انا المسابقه ديال الجرار غادي يكون دو جور دو بواني على ما سمعت ديما معروف هذه على ما سمعت انا. نتمنى ولاد الجرار ما تدوش بحال هذه المسابقه هذه والحمام تيدخلوا والله يسخروا من هذا المرمى كنباركوا نعاودوا نباركوا الاخ ديالنا الدرداري اللي كل 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 اسبوع مشرف الجمعيه طالعين هنايا راه في كرواسه خويا. وكنشكروا الاخوان جنود الخفاء والاخ منير بوخازم والاخ ايوب سائق الشاحنه اللجنه التقنيه كامله بدون سيدنا الاخوان ديال المكتب من اتل زيد بوخازم تبارك الله راه خدم في الطاقه تبارك الله وكل شيء صلاح اخر كلمه خويا صلاح شي كود ولا عطيني شي كود ولا شي حاجه الكود اخويا راه هو ديال الدرداري الكود عا سول المونير يقول لك اريح واخا ها لي سينا عندك الميل قال لي عندك الميل ها لي ها لي سينا ها لي سينا واحد الملاسه واحد ها لي سينا ها لي سينا والله الا قرضك والله الا فدارهم تيخطوا وتيديروا اللي بغاو ها لي سينا ولا لا انا كنقول لهم النتيجه تحسب معاك اخ عصام ما في بالو والو مازال الاخبار ما لا والله الا مرتاح هو شاف شاف الطاكسي شاف خطه كيفاش غادي ماشي اول عام الحمد لله دوت تبارك الله بالعيد هادشي اللي كاين الخوت ياك ونقولوا مبروك مره ثانيه وثالثه والرابعه للشبح الدرداري اللي ديما كيشرف الجمعيه كل اسبوع تبارك الله عليه ما عندنا ما نقولوا ما كنشرفش في الاولى كتكون الثانيه ما كايناش الثانيه كتكون الثالثه ما كايناش الثالثه كتكون الرابعه ضروري تبارك الله بصراحه يعني الحمام عاوننا صراحه هاد العام يعني ما كنتش معول اللي غادي كار كاع ديكلاراسيون خويا خويا الدرداري ولو الظروف المناخيه اللي كانت ولو الظروف المناخيه اللي كتجي تصعب تبارك الله راك تألقتي بشكل كبير في هذا الموسم هذا تخدم الحمامه ديالك كان الكونت خصك ديكلاري كانت الحراره ديكلاري ديكلاري كان الميديتي ديكلاري مو خص الحمام يكون عارف اش من الحمام كتصيفط الحمام يكون مخدوم عندك داك الشيء اللي كاين ما عندكش حمام مخدوم طاجين ديال الخضره عنده طاجين ديال الخضره منوع بغيت شي طيطه بغيت ما كيتسول على واحد اخر بعيد صافي شوف ما كيتسول دابا انت الا كان شي طاجين فيه البطاطا وما كتاكلهاش ما غاتاكلش هو ديما كيدير فيه القوق ديما القوق خدام اي والله يسخر والله يسخر الخوت كاملين ديك العراوه من ايوا الخوت كما شاهدتوا معنا هذا الفيديو كما قلنا كونترول شيق وشيق جدا دائما على الشبح الدرداري كنقول لهم مره ثانيه مبروك والف مبروك ضمن مسابقه التمرين مسابقه الموت والانتحار وهادشي اللي كاين الخوت الرتبه الرابعه داخل الفيدراليه والرتبه الثالثه داخل جمعيه ملتقى الابطال وهادشي اللي كاين الخوت بلا ما نطول عليكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.